وبركاته، حياكم الله يا الاخوان وبياكم. ما زلنا نستكمل المواضيع، منها كومتيا لينكس بلس سيرتيفايد بروفيشنال، اضافه الى منهج اليوسي بلوبونتو سيرتيفايد بروفيشنال. اليوم بنتكلم عن موضوع بسيط وسريع، بس ما يعنيش انه بسيط وسريع انه ما حد ينوه له او ما نتكلمش عليه، ده برضو يضل ويدخل من ضمن المواضيع المهمه، وهو عبارة عن موضوع الشيت داون. من ضمن مهامك كأوبرتينج سيستم ادمنستريتر كلينكس انك تقدر تتعامل مع الشيت داون. شيت داون بكونسبت، خليني اقول لك، مش شيت داون عادي، لانه الكل يعني يتولد من بطن امه ويعرف شيت داون. تقريبا مجرد ما يولد الشخص يعرف يعمل شيت داون على الكمبيوتر ولا صيه. بس في شيت داون تكنيكال مع كونسبت، وفي شيت داون بدون. والشيت داون هو من الامور التي ما تقدرش تتعامل معه الا بصلاحيات الروت. وعشان ادخل الروت سودو داش اي وبعطيه الباسورد تبع الروت، طلعت على الروت انا، تمام. عندي مجموعه من الاوامر، عندي امر انا ممكن اكتب رن ليفل، بدا بيروي لي ايش من الليفل اللي شغال عليه. اذا بتلاحظ انا شغال على الليفل 2 الان، صح؟ انا اقدر اكتب امر انت 0، كانت 0 ده بيسوي لي عمليه شت داون. الناس اللي محضرين الفيديو اللي قبل بيكونوا عارفين الكلام ده. و6 بيسوي لي عمليه ريبوت، صح؟ طب افترض انا عندي يوزرز عاملين لوجن، يعني عاملين تسجيل دخول، وانا محتاج اعمل ريستارت او شت داون. لو عملت انا ريستارت بالطريقه دي، اليوزرز اللي موجودين الان، اللي موجودين على السيشن في السيرفر، طبيعي جدا انه يكون عندهم داتا، انه يكون عندهم بيانات، طبيعي جدا. فده ما سيفوش دي الداتا بتروح، والكل بيكون عارف انه لما نظام التشغيل بيعمل ريستارت وانت ما سيفتش شي، انت ممكن تفقد البيانات، ممكن تتلف، ممكن تنضرب عليك، ممكن توقع السيرفس دي، ممكن يحصل لك مس كونفجريشن، شفت؟ فتدخل في دوامات الترابل شوتينج، ودي مشكلة. والشي الثاني انه بيضل السيرفر او الجهاز ياخذ وقت على ما بال ما يعمل تشيك وحل المشكلة دي، شفت كيف؟ في امر اسمه شت داون، اسمه كده. والشت داون لو مجموعة من البارامترز او مجموعة من الاوبشنز. بس قبل ما نتكلم على الاوبشنز، خلينا افتح نيو تيرمينال جديدة، تيرمينال هنا وتيرمينال هنا، وخلينا بالتيرمينال دي كمان ادخل ازروت عشان اقدر استخدم بعض الاوامر. طيب الان دخلت ازروت، نرجع للتيرمينال الاول. عندي امر اسمه شيت داون، بس شيت داون قلنا واقي على مجموعة من البارامترز. لو عملت شت داون ماينس ار، ماينس ار معناته بيسوي عملية ريبوت، بس دي عملية الريبوت تساوي عملية الانت 6، اللي هو ما بيعطيليش اي فائدة. انا بعملت فورس ريبوت، فورس ريستارت، شفت الفكرة كيف؟ قلنا شت داون ماينس ار بيسوي لي عملية ريبوت، وممكن لو اشتيو فورس بقول له ناو الان تعمل لي عليه ريستارت، شفت الفكره؟ البارامتر رقم 2. او ممكن تعمل له بلس، تحدد له هنا تايمر 10 سكند او 10 مينت، بيقص عد 10 دقائق على ما بال ما يعمل ايش ريستارت او ريبوت. وممكن كمان هنا اضيف الرساله تبعي، افتهم لك يعني مثلا كده كمبيوتر
after 10 minutes. شفت؟ الآن لو ضغط بتطلع له رسالة بتنبهه إن الكمبيوتر بيعمل ريبوت بعد 10 دقائق مع المسج جي. تمام؟ أنت قدرت تكستم هنا. ده الأوبشنز اللي متواجدة مع الآر. شفت؟ وفي شت داون داش اتش، ده أحد البارامترز. داش اتش اللي هو أنت بتقدر تأد بعده تايم بلس مثلا 10 دقائق، وممكن كمان مسج كمبيوتر after 10 minutes. الان انا اعطيت له امر انه الكمبيوتر يسوي لي عملية شيت داون، بس بعد كم؟ بعد 10 مينت، وتطلع المسج جي، تكبس انتر. فشوف ايش قال، الكمبيوتر will shut down after 10 minutes. طب انا اتخيل ان انا محتاج ان انا اكنسل الكلام ده. تمام، ايش بفعل؟ بروح بطلع هنا مباشرة كذا نيو، بقول له نيو تاب، وبروح على الروت عشان اكنسل الكلام ده. بس شوف، خلي بالك نحن هنا ما زلنا عادل ايش الرسالة متواجدة. فبروح بقول له شت داون ماينس سي يعني كانسل، وحطيته. الان لو رجعت هنا للتبويب فايش قال لي؟ الشت داون ايش حصل له؟ حصل له كانسل. ولو رجعت لي هنا شفت؟ خلاص زي التغط طبعا، كلوستر من الخلينا اقول له. شفت؟ فشوف ايش صار؟ صار له عملية كانسل. إذا عندي مجموعة من البراميترز الشغالة في الشت داون. احنا ممكن نلخصها لو رحنا على الجي إيديت وقلنا مسألة الشت داون، معك ممكن تكتب انت زيرو، هذا بيسوي لك عملية ايش؟ شت داون. ومعك انت 6 ريبوت، تمام، ومعنا عملية شت داون ماينس ار، نشيل له كوبي نرجع هنا، معك شت داون ماينس ار بلس 10. هنا انت بتقدر تسوي عملية اد تايم، تضيف وقت. تمام، ولو رحنا هنا انت ممكن تضيف وقت زائدا الرسالة اللي انت تحبه. تمام، زائد تكست. شفت الفكرة كيف؟ طيب بس نرتب دي شوية عشان تبان بالصورة الصحيحة. ومعك شت داون هنا ماينس اتش، كمان معك شت داون ماينس اتش بلس تايم، شت داون ماينس اتش بلس تايم بلس تكست. تمام، ومعك شت داون سي اللي هو بيسوي لك عملية الكانسل. دي كانت أحد الخيارات أو كيف تتمكن أو تتعامل مع مسألة الشت داون في الكمبيوتر. إلى هنا أشكركم على حسن الاستماع، كان معكم أخوكم ولا عصام. لا تنساش عمل شير ولايك على القناة لتحصل على الجديد. شكرا جزيلا، طيب الله أوقاتكم.